قال سفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الحكومة المصرية ليست طرفا في نزاع الغاز مع إسرائيل. وأوضح القويش أن الحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر، مشيرا أن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب محاماة دولية، باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.